السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثالث الثانوي، معكم في فيديو جديد من فيديوهات المراجعة النهائية في مادة الكيمياء لعام 2022. النهاردة الحلقة رقم 1 في الكيمياء العضوية، بنتكلم فيها على فنيات وأسئلة هامة. ركز معايا كده عشان المعلومات اللي هنقولها النهاردة معلومات مهمة جدا أنت محتاجها. أول حاجة بنتكلم على أبسط هيدروكربون أليفاتي مشبع، وهو الميثان CH4. بقول لي طريقة تحضيره، طريقة تحضيره مش تحضيره بس، ده تحضيره وتحضير باقي الألكانات. بقول لي التقطير الجاف، لو طلب منك الألكان من حمض أو ملح هنشيل COO ونحط H، والعكس صحيح، بمعنى لو أنا عندي مثلا حاجة زي كده CH3 CH2 CH2 COOH وأنا عاوز منه ألكان، هعمل أول حاجة تعادل، وبعد كده بعد ما بنعمل تعادل المجموعة ديت هتتقلب إلى COONA، بعد كده هتعمل تقطير جاف. طيب لما بتعمل تقطير جاف إيه اللي بيحصل؟ بعد كده هتشيل المجموعة دي كلها على بعضها، سواء كانت COOH أو COONA، وتحط مكانها H، وبالتالي هيصبح عندك CH3 CH2 CH3، فيصبح ده ألكان في 3 ذرات كربون، مع إن الحمض كان فيها 4 أو الملح فيه 4. وبالتالي نخلي بالنا إن إحنا عندنا هنا كده المعلومة اللي هنقولها في الأول، التقطير الجاف لأملاح الأحماض العضوية يعطي ألكانات بها عدد من ذرات الكربون أقل بمقدار واحد. يعني لو انا عندي بيوتانوات هتعطي جروبان، لو انا عندي بنتانوات تعطي بيوتان، لو عندي هيكسانوات تعطي بنتان، وهكذا. بقول لك هنا خلي بالك من المعلومه دي بقى، من حمض الاسيتيك هتعمل تعادل ثم تقطير جاف، لما تعمل تعادل هيعطي لك اسيتات الصوديوم او فلات الصوديوم، بعد كده هتعمل لها تقطير جاف، بعد ما تعمل التعادل هتروح عامل تقطير جاف يعطي لك مين؟ الميثان. طيب هنا خلي بالك عند التقطير الجاف لبيوتانوات، البيوتانات بيوتانوات فيها كم كربونة؟ فيها 4، مع الجير الصودي هينتج ايه؟ هينتج بروبان، هينتج ايه؟ بروبان، اقل ذرة كربون من الـ4 دول. النقطة التانية اللي هنتكلم فيها هنا اللي هي دي، بيقول لي احدى نواتج، إحدى نواتج التقطير التجزيئي لزيت البترول تحتوي على هيدروكربونات، وخلي بالك من كلمة هيدروكربونات، مكونة من 1 لـ4 ذرات كربون، أي من الجزيئات الآتية تتواجد في هذه النواتج. خلي بالك قال هيدروكربونات وقال لي من 1 لـ4. طيب فإحنا محتاجين هنا نركز مع بعض في الجزئية دي شوية. بيقول لي الإيثين، الإيثين هيدروكربون في ذرتين، تمام. الإيثانول ده مشتق هيدروكربون يبقى مش نافع. الإيثان في 2 ذرات كربون معانا، البروبين في 3 ذرات كربون معانا، البنتان في 5 ذرات كربون مش معانا، يبقى نستبعد دي. الميثان في 1 ذرة كربون، تمام. الإيثين في 2، البيوتين في 4، يبقى ده الاختيار الصحيح بتاعنا. طيب قول لي إيثان، تمام، في 2، بروبانول ده مشتق يبقى مش نافع، حمض الميثان ويت مشتق يبقى مش نافع، يبقى الاختيار بتاع السؤال ده هو هيبقى الاختيار نون، الاختيار جيم. تعالى بقى كده نشوف خصائص الألكانات وتركز فيها لأنها مهمة. بقول لك خصائص الألكانات، جميع المركبات التي تتبع هذا المركب اللي هو الميثان خاملة نسبيا تتفاعل بالاستبدال عشان الروابط بتاعتها سيجما قوية صعبة الكسر. جميع الروابط سيجما صعبة الكسر عدد الذرات بتاعها بيبقى C زائد H ناقص 1، بمعنى لو أنا عندي مثلا الميثان CH4 عدد الذرات بتاعته هيبقى 1 ذرة كربون و4 هيدروجين، يبقى مجموع الذرات 5 ناقص 1، يبقى كده عندي 4 روابط سيجما. لو انت جيت ترسم بقى الميثان هتلاقيه كده 4 روابط سيجما. لو انت مثلا جيت للمركب ده C10 H22 مثلا، طيب عندي كام ذرة؟ عندي 32 ذرة، في كام رابطة سيجما؟ ناقص 1 هيطلع 31 رابطة سيجما. يبقى دي المعلومة التانية اللي انت لازم تعرفها. الأفراد الأولى فيها كربون من 1 لحد 4 بتبقى غازات تتفق فيه الخواص الكيميائية والفيزيائية، بيبقوا كلهم غازات. الأفراد من 5 لـ17 دي سوائل، يبقى من 5 لـ17 ذرة كربون بتبقى ايه؟ سوائل، تتفق في الخواص الكيميائية وتتدرج في الخواص الايه؟ الفيزيائية.
الافراد الاكبر اللي هي سي 17 بتبقى مواد ايه؟ صلبه. والثلاث حاجات دول انا محتاجهم وموجودين في ورقه المفاهيم، تبقى افراد صلبه تتفق في الخواص الكيميائيه والفيزيائيه لانها بتتبع نفس السلسله. طيب هنا بقى حضرتك لازم تخلي بالك، انت عندك عدد غازات الالكانات كام غاز؟ واحد هيقول لي اربعه. ليه؟ هيقول لي الميثان سي اتش 4، هقول له تمام، والايثان سي 2 اتش 6، برافو عليك، والبروبان سي 3 اتش 8، هقول له ممتاز، والبيوتان اللي هو هيبقى سي 4 اتش 10، هقول له ممتاز. كده أربعة، ولكن البيوتان بيبقى له كمان متشكل اللي هو ميثايل بروبان، يبقى أنت كده عندك كام غاز؟ خمس غازات سوائل، خمس غازات، خمس ألكانات غازات، خمس ألكانات غازات. نروح بعد كده للمعلومة رقم 6، بيقول لي يمكن فصلهم عن بعض بالتقطير الايه؟ التجزيئي بناء على اختلاف درجة الغليان. يبقى احنا هنا اتكلمنا على نوعين تقطير لحد دلوقتي، تقطير تجزيئي وتقطير جاف. تكسير الحراري الحافي بينتج عنه ألكان واحد وألكين أو عدة ألكينات، وألكين أو عدة ألكينات. وخلي بالك من دي، يعني أنا مثلا عندي سي 9 اتش 20، ده ممكن لو احنا عملنا له عملية تكسير ينتج عنه ايه؟ ممكن ينتج سي 3 اتش 8 زائد سي 2 اتش 4 زائد C2 H4. طب اتأكد كده حضرتك ان انت كده عندك كام ذرة كربون؟ عندك هنا 9، خلاص. طيب هنا 3 وده هم من كده، يبقى نقول له دهيت C4 مثلا، يبقى كده C4 H كام؟ H8. لو انت جيت تبص هتلاقي عندك الكان واحد اللي هو البروبان، وعندك اتنين الكين اللي هو الايسين والبيوتين. لو انت جيت تجمع الذرات هتلاقيهم مظبوطين كده، ده اسمه تكسير حراري حافي. وممكن يعطي لك الكان واحد اللي هو سي 3 اتش 8، ويعطي الكان واحد والكين واحد، يعني مثلا ده يبقى سي 6 اتش كام؟ اتش 12. ممكن ده وممكن ده. طيب هنا بقى خلي بالك من المعلومه رقم 8 لانها مهمه. عدد مولات الهالوجين اللازمه لتحويل الالكان الى هاليد القيل لا يحتوي على عدد ذرات هيدروجين بيساوي عدد ذرات الهيدروجين. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عندي الميثان محتاج كم مول من الهالوجين؟ محتاج 4 مول من الهالوجين عشان يتفاعل معاه، لذلك الميثان اتهالجن على 4 خطوات. طب لو C2H6 محتاج 6 مول من الكلور Cl2 عشان يهالجنه. طب لو C3H8 محتاج 8 مول. طب لو C4H10 محتاج 10 مول. طيب تعالى بقى نشوف كده موضوع الاحتراق عشان ده جه السنة اللي فاتت. طيب في موضوع الاحتراق ايه اللي انا محتاج اركز عليه؟ المعادله بتاعه احتراق الالكان. طبعا احنا عندنا معادله احتراق الميثان في المنهج، فانت هتجيبها من ورقه المفاهيم وتبدا دي تكون الاساس بتاعك وتشتغل عليه. طيب تعالى نكتب كده معادله احتراق الميثان. معادله احتراق الميثان اللي هي ايه؟ CH4 لما هيتحرق في وجود الاكسجين اللي هو O2 هيعطي ايه؟ هيعطي CO2 زائد الهيدروجين اللي هو مين؟ او بخار الميه اللي هو H2O. طيب انا عندي الميثان هنا فيه كربونه، فيه كربونه، عندي الهيدروجين هنا كام؟ 4، نحط هنا كده 2 قدام الميه. طيب انا عندي الكربون واحد خلاص اهو، تعالى نوزن بقى الاكسجين، الاكسجين هنا 2 وهنا 2، يبقى كده مجموعهم كام؟ 4، يبقى نحط هنا 2، 2 في 2 بكام؟ ب 4. طيب بقول لي عند احتراق الالكان المركب الكان، وزن الكربون، وزن الميه، وزن الاكسجين. خلي بالك عشان المعلومات ديت مهمه جدا. الالكان اهو مثال، وزن الكربون هو نفسه عدد الكربون اللي موجود في الالكان، يعني هنا واحد يبقى هنا واحد. لو هنا مثلا C3H8 زائد O2 هيعطي هنا CO2 وH2O. هتحط وزن الكربون هو ايه؟ 3. طيب الميه هنا، هنا 4 هيدروجين، 8 هيدروجين، تحط هنا 4. طب ليه؟ عشان يبقى 2 في 4 ب 8. لذلك قال لي وزن الماء بيبقى N زائد ايه؟ N زائد 1. N زائد 1، يعني احنا عندنا هنا الكربونه بواحد، حطينا عليها 1، فقمنا حاطين هنا كده كام؟ 2. او اتش على الاثنين، عدد ذرات الهيدروجين هنا كام؟ 4، فنقسمها على 2 تطلع 2. طيب الكربون هنا كام؟ 3، زود عليهم 1 وحطهم قدام الميه، خلاص كده؟ يبقى تخلي بالك من دي.
طيب وزن الاكسجين، وزن الاكسجين بيساوي الكربون زائد الهيدروجين ونقص منهم واحد وحطهم على الاثنين. كربون هنا كام؟ واحد، والهيدروجين هيدروجين أربعة، واحد وأربعة يبقوا كام؟ خمسة. خلاص كده؟ خمسة واحد وأربعة يبقوا خمسة، نقص منهم واحد يبقوا أربعة، قسمهم على الاثنين يبقوا كده اثنين، يبقى تمام. ده هما ثلاثة، ثلاثة وثمانية يبقوا 11، نقص واحد هيبقوا 10، اقسمهم على الاثنين يبقوا خمسة، تحطهم هنا كده. أو تقول لي 3N زائد واحد على الاثنين، 3N، 3 في 3 ب 9، زود عليهم واحد يبقوا 10، اقسمهم على الاثنين يبقى كده خمسة. يبقى هنا كده دول محتاج تحفظهم عشان تبقى الدنيا بالنسبة لك سهلة جدا. طيب هنا بقى تعالى شوف ده، بقول لي معرفة عدد ذرات الكربون باستخدام كتلة المركب. ازاي اعرف عدد ذرات الكربون باستخدام كتلة المركب؟ الكتلة ناقص 2 على 14، او العدد ناقص 2 على 3. طيب ال 14 دي جت منين؟ شايف الالكان صيغته ايه؟ الالكان صيغته CnH2n زائد 2، تمام كده؟ الكربون كتلته بكام؟ ب 12، يبقى 12N. الهيدروجين كتلته بكام؟ 1 في 2N يبقى ب 2N، زائد 2 بيساوي كتلة مولية، تمام؟ هتعدي الاتنين ديت الناحية التانية تبقى ناقص 2، وبعدين تجمع الاتنين ده هما هيبقوا 2 و12 يبقى 14، تقوم تقسم عليهم عشان تجيب له الN. يبقى N ذرات كربون بيساوي الكتلة المولية ناقص 2 على 14، أو بيساوي العدد ناقص 2. يعني احنا عندنا هنا مثلا ان و2 ان يبقوا 3 ان، 3 ان زائد 2 بيساوي عدد الذرات. هتعمل ايه؟ هتعدي الاثنين ديت الناحيه الثانيه بعكس الايه؟ بعكس الاشاره، تبقى ناقص 2 وتقسم على 3 عشان تجيب له عدد ذرات الكربون، وعدد الذرات ده يقصد بالعدد الكلي. يبقى العدد ده اللي هو العدد هو الكلي. روح بعد كده للمعلومات بتاعت الهلجنه بقى. بقول لي هلجنة ثم تحلل مائي في وسط قلوي يكون أبسط مشتق هيدروكسي أليفاتي اللي هو الميثانول. الميثانول اللي هو مين؟ CH3OH. أنا عندي الميثان أهو CH4. الميثان ده لو عملت له هلجنة هيعطلنا إيه؟ هيعطلنا CH3Cl. هروح بعد كده أعمل له تحلل إيه؟ تحلل مائي. هيعطلنا ابسط هيدروكسي اليفاتي، ابسط كحول يعني، ابسط كحول. طيب هلجنه، لو انا عملت هلجنه للمثان هيعطلنا ايه؟ CH3Cl. ثم تحلل مائي في وسط قلوي هيعطلنا CH3OH. ثم التفاعل مع حمض السلسلك هتعمل قسطره مع السلسلك، قسطره مع السلسلك يعطلنا زيت المرور. هلجنه هيعطلنا CH3Cl. طيب هتعمل له تحلل مائي هيعطي لنا الميثانول CH3OH. ثم أكسدة جزئية هيعطي الفورمالدهيد اللي هو HCHO. ثم أكسدة تامة يبقى ديت أكسدة في خطوة أولى هيعطي الدهيد. لو أنا أكسدت كمان خطوة هيعطي لنا حمض الفورميك HCOOH. كل دي تفاعلات خاصة بالميثان. طيب الميثان ده هو بقول هنا الفورمالدهيد اللي هو الميثانول اللي هو HCHO، لو نتج معايا هعمل له قسطرة مع أبسط مشتق هيدروكسي البنزين، ثم قسطرة الميثانول ده أو الميثانال ده. لو احنا عملنا له عملية أكسدة لازم تعمل له أكسدة الأول، هيعطي لك حمض الفورميك، ثم قسطرة مع أبسط مشتق هيدروكسي للبنزين. أبسط مشتق هيدروكسي البنزين اللي هو فينول، هيعطي لك فورمات، هيعطي فورمات اهيت HCOOH، فورمات الايه؟ الفينايل. حمض الكربوليك اللي هو الفينول C6H6O بيعطي الباكليت الفورمالدهيد. لو انت عملت له بقى قسطره، مش قسطره ديت هو يقصد هنا مش قسطره، يبقى خلي بالك لو انت عندك فينول وعملت له بالمره بالتكاثف مع فورمالدهيد هيعطي الباكلت، تمام كده؟ طيب الباكلت ده انا ممكن اجيبه من الميثان ازاي؟ خلي بالك بقى يا باشا عشان ديت الهدف منه. انا عندي ميثان، الميثان اعمل له هلجنة هيعطي CH3Cl، هعمل له بعد كده تحلل مائي
لما اعمل له تحلل مائي هيعطي لنا CH3OH اللي هو الميثانول، اروح اعمل له اكسده يعطي الفورمال دايد، الفورمال دايد بعد كده اعمل له تكاثف. يبقى هنا كده ممكن اكتب لك سؤال ونجاوب عليه، ازاي نحصل على، كيف تحصل على الباكليت من الميثان؟ كيف تحصل على الباكليت من الميثان؟ هتقول لي اول حاجه اجيب الميثان CH4، بعد كده هعمل له كلوره في وجود CL2 واليو في او 400 درجه يعطي لنا CH3Cl، بعد كده اعمل له تحلل مائي في وجود الكي او اتش هيعطي لنا CH3OH، هعمل له عمليه اكسده على خطوه واحده في وجود وسط قلوي عشان ما تبقاش اكسده تامه هيعطي CH3 او هيعطي لنا HCHO اللي هو الفورمال دهيد. الفورمال دهيد دخله مع الفينول في عملية بلمرة بالتكاثف هيعطي ايه؟ هيعطي باكليت. يبقى الخطوات بتاعتك بالترتيب: هلجنة، بعد كده تحلل مائي، بعد كده اكسدة، بعد كده بلمرة. وتخلي بالك من الجزئية دي. تعالى بعد كده نروح للنقطة اللي بعدها، بقول لي هنا لو احنا عملنا هلجنة للميثان هيعطي لنا CH3Cl ثم تحلل مائي في وسط قلوي. تحلل مائي في وسط قلوي عشان يعطي الفورمال دايت HCHO، لو في وسط حامضة هيعطي لنا أكسدة تامة فيعطي حمض الفورمين، هيكون أبسط مشتق هيدروكسي أليفات اللي هو الميثانول. خلاص كده، يبقى أنت تعمل هلجنة ثم تحلل مائي هيعطي لك CH3CHO. تحلل مائي يعطي لنا الأول CH3CHO، هيكون أبسط هيدروكسي أليفاتي اللي هو الميثانول. بعد كده هتعمل له أكسدة تامة هيعطي حمض الفورميك. طب هل جنى ثم تحلل مائي في وسط قلوي هيعطي لنا الميثانول. بعد كده هتعمل له تفاعل مع أبسط حمض، يبقى أنت عندك ميثانول اللي هو CH3OH، أبسط حمض اللي هو حمض الفورميك، هيعطي لك فورمات اللي هي HCOO CH3، هيعطي لك فورمات الايه؟ الميثايل، وده ابسط استر، ابسط استر بيكون فيه ذرتين كربون بس، هيتكون ابسط استر. طيب بعد كده بيقول لي لو احنا عملنا تسخين وتبريد ثم بلمره ثلاثيه، ده من اهم التفاعلات بتاعه الميثان اللي هو CH4، تسخين عند 1500 ثم تبريد سريع هيعطي لنا C2H2 اللي هو الاستيلين او الايثايل. بعد كده هتعمل بلمرة ثلاثية تدخل على البنزين اللي هو C6H6، الكلام ده بلمرة ايه؟ ثلاثية. يبقى انت حولت ابسط هيدروكربون اليفاتي لابسط هيدروكربون اروماتي. نروح بعد كده ليه ابسط هيدروكربون اليفاتي غير مشبع الكيني صيغته CnH2n، ده بيتكلم على الالكين. طيب مين الالكين ده؟ الالكين ده اللي هو الايسين اللي هو صيغته C2H4. طيب طريقة تحضيره: نزع ماء من الكحولات عن درجة حرارة 180 أو التحلل الحراري كبريتات القيل الهيدروجينية اللي هي الإيثايل الهيدروجينية عند 180. طيب إحنا عندنا دلوقتي C2H5OH، نعمل له نزع ماء في وجود حمض كبريتيك H2SO4 عن درجة حرارة 180 هيعطي لنا C2H4، تمام؟ أو تيجي هنا كده تقول لي أنا عندي C2H5OSO3H اللي هي كبريتات الإيثايل الهيدروجينية، هروح أعمل لها تحلل حراري عن درجة حرارة كام؟ 180. يبقى التحلل الحراري كبريتات الإيثايل الهيدروجينية عند 180 هيعطي إيثين، نزع الماء من الكحول الإيثيل عند 180 يعطي إيثين. طيب هنا خلي بالك نزع الماء من الإيثانول أو التحلل الحراري كبريتات الإيثايل الهيدروجينية، خلي بالك الكتلة المولية للبوليمر بتساوي، دي ملحوظة مهمة، الكتلة المولية للمونيمر ها هتضربها في ايه؟ في ان. يبقى خلي بالك الكتلة المولية للبوليمر بتساوي كتلة مولية في ان، عدد الوحدات. انا مثلا عندي الايسين C2H4 كتلته المولية 28، تمام، ضربتها في 3000 اللي هم عدد المونيمرات الداخلة في تكوين البوليمر هيعطي لنا كتلة البوليمر. طيب افرض انا عندي كتلة البوليمر
عندي كتلة البوليمر وكتلة المونيمر، وعاوز أجيب عدد الوحدات، يبقى عدد الوحدات بيساوي الكتلة المولية للبوليمر على الكتلة المولية للمونيمر. تعالى بقى كده نركز في خصائص الألكينات. تركز معايا، جميع المركبات التي تتبع هذا المركب اللي هو الإيسين يعني ناشطة، لأن فيها رابطة باي سهلة الكسر. يمكن حساب عدد روابط سيجما من مجموع عدد الذرات ناقص واحد. الأفراد الأولى تبقى من ذرتين كربون لحد أربعة بتبقى غازات، تتفق في الخواص الكيميائية والفيزيائية. الأفراد من أول 5 ذرات كربون ل 15، خليك فاكر إن التانية كانت 17، بتبقى سوائل تتفق في الخواص الكيميائية والفيزيائية. أعلى من 15 ذرة كربون يبقى ده إيه؟ مادة صلبة. يمكن فصلها عن بعضها بالتقطير التجديدي بناء على اختلاف درجة الغليان زيها زي الألكانات. عدد مولات الهالوجين اللازمة لتحويل الألكان إلى هاليد ألكيل لا يحتوي على ذرات هيدروجين بيساوي عدد ذرات الإيه؟ الهيدروجين داخل المركب الاستبدال زائد مول بالإضافة. بمعنى أنا عندي هنا كده C2H4 عاوز أشيل الهيدروجين بتاعه، عندك هنا كده كم مول هيدروجين؟ عندك 4، فأنت محتاج 4 مول من الهالوجين زائد 1 مول هيضيع بتاع الإيه؟ هيضيع المول رابطة اللي موجود هنا. يبقى أنت عندك هنا كده ممكن تقول لي عدد مولات الهالوجين اللازمة لتحويل الألكين، ده ألكين يا شباب مش ألكان، الألكين، إلى هاليد ألكيل لا يحتوي على ذرات هيدروجين بيساوي عدد ذرات الهيدروجين داخل المركب بالاستبدال زائد مول بالإضافة. يبقى هنا كده ممكن تقول بيساوي عدد مولات ذرات ال H زائد عدد مولات روابط باي، وده جه السنة اللي فاتت. لما يجيب له مركب زي ده كده سي رابطة ثنائية سي وبعد كده سي رابطة ثنائية سي وبعد كده سي وبعد كده يحط هيدروجين بقى، فيحط هنا كده 3 هيدروجين، هنا 1 هيدروجين بس ديت خلاص، هنا كده 2 هيدروجين. يقول لي عدد مولات الهالوجين اللازمة لتحويل ده المشتق هالوجيني ألكاني لا يحتوي على هيدروجين، أدا 1 2 3 4 و2، يبقى 6 مول بالاستبدال زائد، شوف بقى كم مول بالإضافة، أدا 1 مول بالإضافة، 2 مول بالإضافة، يبقى زائد 2 مول بالإضافة، يبقى كله كده كام؟ 8 مول من الهالوجين. اللي بعده يا شباب نمسح ديت عشان نشوف المعلومة المهمة بتاعت الاحتراق. أنا مش هكتب ولا هستخدم قانون إلا لما أكون فاهمه الأول. تعالى كده نتكلم على احتراق الكين. والله اللي عندي احتراق الالكين اللي موجود عندي في منهجي، احتراق الالكين اللي موجود عندنا في المنهج هو الكين سهل جدا اللي هو الايسين. هكتب معادلة احتراق، معادلة احتراق الايسين هتبقى C2H4 زائد O2 هيعطي CO2 زائد H2 زائد H2O. تعالى نوزن، هنا كام كربون؟ 2، حطنا اهو، لذلك قال لي وزن الكربون هو نفسه عدد ذرات الكربون في الألكان أو الألكين. طيب الهيدروجين هنا 4، نحط هنا 2، يبقى نص عدد ذرات الهيدروجين اللي هو بيساوي ال N، هنا N هنحط 2، طيب أو H على 2. طيب الكربون والهيدروجين هنجمعهم ونقسمهم على 2، يبقى هنا كده 2 و4 يبقوا 6، نحط نوعا كده كام؟ 3، هتلاقي الأكسجين بتاعك اتوزن. طب ليه؟ لأن هنا 2 في 2 بكام؟ بـ4، و2 يبقوا 6، يبقى هنا 2 في 3 بكام؟ بـ6، هتحط 3N على 2 يا سي زائد اتش على 2، ده وزن مين؟ الأكسجين. يبقى حضرتك المعلومة دي برضو مهمة. تعالى بقى هنا كده نعرف عدد ذرات الكربون، عدد ذرات الكربون بيساوي كتلة مولية على 14، أو بيساوي العدد اللي هو العدد الكلي للذرات على كام؟ على 3. طب ما تفتكر كده الألكان، كنا بنقول الكتلة ناقص 2 على 14، وكنا بنقول العدد الكلي ناقص 2 على 3، ده فين؟ في الألكان، عشان الألكان بيبقى CnH2n زائد. تعالى بقى كده نتكلم على أهمية المركب في تحضير باقي المركبات اللي هو C2H4. ها بيقول لي هدرجته بتعطي الكان، يبقى انا عندي C2H4 لو ضفت له H2 هيعطي لنا C2H6، يبقى اتحول لالكان.
طيب تعطى هاليوم القليل بالتفاعل مع هيدروجين، يعني عملت هنا C2H4 زائد HCl هيعطي لنا C2H6 أو C2H5Cl، يبقى أعطى هاليوم القليل، وهاليوم القليل ده ممكن نحضر منه بعد كده الكاء بتاع كحول بالتحلل المائي. طيب بيتحول إلى كحولات أحادية بطرق مختلفة، يعني أنت ممكن تحوله لكحول زي ما إحنا قلنا في الخطوة اللي فاتت، وممكن تاخد ال C2H5 وتعمل له إضافة ماء هيعطي لك كده كحول. هنتكلم على الإيثين على إنه مثال للألكينات. طيب الهيدرة الحفزية اللي هو التفاعل مع المية في وجود حمض كبريتيك عند 110 بيعطي إيه؟ كحول. التفاعل مع عديد الهيدروجين ثم تحلل مائي في وجود وسط قلوي ده برضو بيعطي كحول. دي الطرق المختلفة لتحويل الألكينات، دي طرق مختلفة لتحويل الألكينات لكحولات. طيب تستخدم في تحضير الكحولات ثنائية الهيدروكسيد، أنا عندي C2H4 لما عملت له تفاعل باير عطلنا إيثيلين جليكول، يبقى هنا كده أكسدة الألكينات بتاعت كحولات ثنائية الهيدروكسيد. في وجود بريمنجنات البوتاسيوم في وسط قلوي يبقى اسم التفاعل بتاعنا باير ويعتبر كاشف لوجود رابطة مزدوجة. في وجود بريمنجنات البوتاسيوم في وسط حامضي اسم التفاعل هيبقى أكسدة وهيعطي لنا حمض أوكزاليك لأن التفاعل بتاعنا هيتم على خطوتين. هنا تخلي بالك إن في فرق ما بين الأكسدة في وسط حامضي وفي وسط قاعدي أو في وسط قلوي. في وسط قلوي الأكسدة بتبقى أكسدة غير تامة، أكسدة غير إيه؟ تامة. يعني أنا مثلا عندي CH2 رابطة ثنائية CH2، لما بأكسده في وسط قلوي هيعطلنا الإيثيلين جليكول. طيب افرض إن حاطط وسط حامضي الأكسدة هتستمر، فيقوم يعطلنا COOH COOH اللي هو حمض الإيه؟ الأوكسيد. خلاص كده يبقى التفاعل اسمه أكسدة ويعطي حمض الأوكسيد. طيب هنا في جيم أو في حاجة رقم ثلاثة بقى اللي هو في وجود فوق أكسيد الهيدروجين، لو أنا أكسدت في وجود فوق أكسيد الهيدروجين إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل أكسدة ولا يعتبر كاشف عن الرابطة المزدوجة. ليه؟ لأن H2O2 عديم اللون فلا يحدث تغير لوني، أما برمنجانات البوتاسيوم بيبقى كاشف. طب كاشف ليه؟ قال لي لأن اللون بتاعه بيبقى بنفسجي وفي نهاية العملية بيحصل له إيه؟ بيزول. طيب تعالى بقى كده نروح للاختيار د، تفاعل الألكين مع الهالوجين Br2 بيحصل لو أنا فعلت الألكين في وجود الـ Br2 إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل اختفاء للون، وهنا بنسميه تحلل في وسط قلوي. ثم تحلل في وسط قلوي أهو، يبقى CH2 أهو CH2 هيبقى هنا كده Br وهنا Br، كده اختفى اللون خلاص. طيب بعد كده لو أنا عملت عملية بيقول لي هنا ثم تحلل في وسط قلوي ضفت الـ KOH هيبقوا 2 كي او اتش، هيعطي لنا برضه الايثيلين ايه؟ جليكول اللي هي الكحولات ثنائيه الايه؟ الهيدروكسيد. يبقى حضرتك تقدر تحصل على الكحولات ثنائيه الهيدروكسيد من الالكينات بعده طرق، اللي هو الاكسده في وجود البريمنجنات، او تاكسد في وجود وسط حامضي والاكسده بتاعتنا هنا هتبقى اكسده تامه فيبقى الكحول الثنائي الهيدروكسيد اللي هيتكون يعطي لك حمض ثنائي الهيدروكسيد. ممكن تضيف فوق اكسيد الهيدروجين وهو ماده مؤكسده هيعطي لك برضو كحول ثنائي الهيدروكسيد اللي هي اسمها جليكوير. ممكن تفعل الالكين مع بي ار 2 وبعد كده تعمل تحلل مائي. ندخل بقى على النقطه المهمه اللي هي تفاعل او البوليمرات. الالكينات بتدخل في صناعه البوليمرات، طب ليه؟ عشان بيبقى فيها رابطه باي فبيحصل عليها حاجه اسمها بلمره بالاضافه. الفرد الثاني البروبين يعتبر الكين غير متماسك، يبقى انت عندك ايثين متماثل، يبقى ابسط الكين متماثل او ابسط الكين هو الايثين بيبقى متماثل. طيب ابسط الكين غير متماثل، ابسط الكين غير متماثل يبقى على طول ابسط الكين غير متماثل اللي هو مين؟ البروبين. طيب بنحصل على البروبين ازاي؟ بنزع الماء من كحول اولي ثم هيدرته يعطلنا، او ثم هيدرته بتاعت كحول ايه؟ ثانوي. يبقى هنا كده البروبين لو انا جبت كحول اولي اللي هو الكحول البروبيلي ونزعت منه ماء هيعطينا ايه؟ بروبين.
طب انا لو عملت له هيدرة بعد كده هيعطي لنا اتنين بروبانول، الكلام ده يبقى في جزء التدريبات. طيب تعالى بقى نتكلم على ابسط هيدروكربون الفاتي غير مشبع، صيغته سي ان اتش 2 ان ناقص 2 اللي هو الالكاين، اللي هو الاي ساين اللي هو سي 2 اتش 2. بيحضر بالتسخين وتبريد سريع للمثال عند 1500 ثم تبريد سريع 2 سي اتش 4. لو انا ضفت له او عملت له تسخين عند 1500 او 1400 ثم تبريد سريع هيعطي لنا C2H2 زائد 3H2، او بتنقيط الماء على كربيد الكالسيوم. لذلك احنا بنقول الميثان وكربيد الكالسيوم هما بداية التفاعلات بتاعة الكيمياء العضوية كلها. طيب تعالى بقى نشوف خصائص الالقينات. جميع المركبات التي تتبع هذه السلسلة نشطة جدا. طب سبب النشاط ان هي عندها اتنين رابطة باي سهلة الايه الكسر. يبقى انت عندك القين انشط من الكين انشط من الكان، عشان بيبقى في هنا رابطة ثلاثية، هنا رابطة ثنائية، يبقى هنا في رابطة ايه واحدة. طيب بيقول لي يمكن حساب عدد روابط سيجما من عدد ذرات ناقص واحد. الافراد الاولى هتبقى غازات مع ان ديت لم تذكر في الكتاب، من 2 ل 4. الافراد من 5 ل 15 هتبقى سوائل، الافراد اكبر من 15 هتبقى صلبة. طيب يمكن فصلهم برضو بطريقة التقطير الايه التجزيئي زيهم زي الالكينات والالكينات. عدد مولات الهيدروجين اللازمة لتحويل القين، القين ده هو القين، الى هاليد القين لا يحتوي على ذرات هيدروجين، بيساوي عدد ذرات الهيدروجين داخل المركب بالاستبدال و2 مول رابطة بالاضافة. طيب هنا عند الاحتراق اكتب معادلة احتراق الالقين اللي عندك اللي هو الاساين اللي هو C2 H2. وجود وفرة من الاكسجين كان 5 O2، كان بيعطي لك 2 CO2 زائد 2 CO2 كان هنا 2 مول، هيعطي لك كمان 2H2 يبقى ده 4 2H2O زائد طاقة طبعا وانرجي. طيب دي المعادلة بتاعتي. فهنا لو انا عاوز مول واحد هيبقى C2H2 زائد O2 هيعطي CO2 و H2O. تعالى نوزن كده، يلا هنا 2 كربون، حط هنا 2 كربون. طيب عندي هنا 2 هيدروجين، طالعين 2 هيدروجين. الاكسجين هنا كام؟ الاكسجين هنا 2. طب هنا 2 في 2 ب 4. طب وهنا كمان واحد اهو، يبقى كده كام؟ 5. نقول له هنا كده 5 على كام؟ على الاثنين. يبقى لو قسمت المعادله ده على الاثنين هتعطي دي. فهنا بيقول لك المركب بتاعنا الكين يا شباب، وزن الكربون فيه بيساوي وزن عدد ذرات الكربون، هنا دول 2 حاطين 2. وزن الميه، وزن الميه هيساوي عدد ذرات الكربون ناقص 1، دول 2 هنحط هنا 1، لو 3 يبقوا 2، لو 4 يبقوا 3، وهكذا. اول هيدروجين على الاثنين، 2 على الاثنين فيها 1. وزن الاكسجين عدد ذرات الكربون زائد عدد ذرات الهيدروجين زائد 1 مقسوم على 2، عدد الذرات كله ناقص 1 مقسوم على الاثنين. لذلك احنا ممكن نعمل حاجة كويسة كده، تجميع. نقول مثلا احنا عندنا الكان الكين القين، ونيجي هنا كده نكتب الصيغة العامة. لما نعمل الصيغة العامة هتبقى ايه؟ CN H2N ناقص 2 CN H2N CN H2N زائد 2. لو كتبنا كده عدد ذرات الكربون اللي هو الN نحسبه ازاي؟ هيساوي هنا كتلة مولية زائد 2 على 14، أو عدد ذرات كلي زائد 2 على 3. هنا هو هيبقى كتلة مولية على 14، أو عدد ذرات كلي على 3. هنا هو نقول له كتلة مولية ناقص 2 على 14، أو عدد ذرات كلي ناقص 2 على التلاتة. طيب ده بالنسبة لعدد الذرات.
لو احنا بقى عاوزين نتكلم على الان او وزن CO2 في الاحتراق، وزن CO2 في الاحتراق هيساوي ايه؟ هيساوي السي بتاع المركب، سي الكين او القين، سي الكان او الكين، السي الكان اللي هو عدد ذرات الكربون اللي هو يساوي الان يعني. طيب وزن ال H2O، وزن ال H2O بيساوي في حالة الألكان كنا قلنا بيساوي، نرجع لها تاني، في حالة وزن المية هنا كده، في حالة الألقين بيساوي N ناقص واحد أو H على الاتنين، N ناقص واحد أو H على الاتنين، فهنا كده هنكتب N ناقص واحد ده وزن المية، N ناقص واحد أو H على الاتنين. طيب هنا في حالة الألكين هيساوي إيه؟ لو أنا كاتب المعادلة بتاعة الألكين اللي هو C2H4 زائد O2 هيعطي CO2 زائد 2H2O، فبيساوي ال H مقسوم على كام؟ على الاتنين، ال H مقسوم على الاتنين في الكل، أو ممكن تقول له ال N هيساوي هنا ال N، طب هنا هيبقى مين؟ ال N زائد واحد، أو ال H على كام؟ على الاتنين. ده كده بالنسبة لوزن المية. وزن الأكسجين بيساوي مجموع ذرات ذرات الأكسجين في الطرف اللي هو النواتج مقسومة على الاتنين دي، فطبعا احنا لو رجعنا له هنا كده في حالة الألقين هيبقى 3N ناقص واحد على الاتنين، طبعا انت لو عرفت واحدة تجيب الباقي على طول، يبقى هنا كده أقول له وزن الأكسجين، وزن الأكسجين هيساوي 3N ناقص واحد على الاتنين، هنا هيبقى 3N على الاتنين، هنا هو أنا هيبقى 3N زائد واحد على الاتنين. ده كده بالنسبة للملخص اللي أنا عاوز أقولك عليه، اللي هو الصيغة العامة وإن ذرات كربون أو وزن الكربون والهيدروجين في الاحتراق. طيب تعالى بقى نرجع لموضوعنا هنا، لو أنا عاوز الكتلة المولية أو عاوز عدد ذرات الكربون، قلنا الكتلة المولية هنا زائد 2 على 14 أو العدد الكلي للذرات على التلاتة. طيب بعد كده تعالى نشوف أهمية المركب في تحضير باقي المركبات. طبعا يا جماعة الخير المركب بتاعنا اللي هو C2H2 ده بيحضر كل مركبات المنهج. بيقول لي لو أنا عملت أدراجة جزئية، أدراجة جزئية يعني هيعطي لنا C2H4، هيعطي لنا ألكين أهو، تمام أوي. بعد كده لو أنا عملت أدراجة كلية ضفت H2 كمان هيعطي لنا C2H6، يبقى هيعطي ألكان. طيب يمكن تحويله إلى كحول ثنائي الهيدروكسيد، إزاي؟ لما هضيف له مول من الهيدروجين هحوله لألكين، وبعد كده نضيف له موء من البروم يبقى كده هيكون عندي الكين ثنائي البروم، بعد كده تعمل له تحلل ماء، او هيجيب لك الكين تقوم رايح عامل له ايه؟ عامل له اكسده بتفاعل بايض، هيعطي لك كده ثنائي الهيدروكسيد، يبقى تضيف بروم وبعد كده تحلل ماء يا تعمل اكسده باير على طول. طيب رقم ثلاثة بيقول يتفاعل 2 مول، يتفاعل مع 2 مول من هاليوم الهيدروجين، يعني انت مثلا عندك C2H2 هتضيف له 2 HBr، فيقوم يعطي لك ايه؟ C2H4 Br2، وطبعا هيبقوا على واحد وواحد ثنائي هاليدو ايثان تطبيقا لقاعدة ماكونكوف في الخطوة الثانية. طيب بعد كده يتفاعل مع مول من الهيدروجين اللي هو C2H2، لو ضفت له مول من الهيدروجين H2 هيعطي لنا الكين، بعد كده هتضيف له مول من البروم Br2 هيعطي واحد واثنين ثنائي برومو ايثان. طيب يمكن بلمرته يتحول الى ابسط هيدروكربون الفات C2H2، لو انا عملت له بلمره ثلاثيه يعطي لنا C6H6. طيب خلي بالك البلمره الثلاثيه للاي ثاين بتعطي بنزين، طب البلمره الثلاثيه للبروباين، البروباين لو انا عملت له بلمره ثلاثيه هيعطي واحد وثلاثة
وخمسة ثلاثي ميثايل بنزين. طيب نشوف هنا الهيدرة الحفزية له تعطي الدهيد، وديت مهمة جدا. يعني انت عندك C2 H2، لو انت عملت له اضافة مية بيعطي لك الاسيتالدهيد. واحد يقول لي بيعطي كحول الفينيل او المركب وسطي غير ثابت، الاسيتالدهيد ده بيتاكسد وبيختزل. لو اتاكسد يعطي حمض اسيتك، لو اختزل يعطي كحول ايه؟ اسيت. اكسدته بتعطي الايثانويت واختزاله بيعطي الايثان. يمكن بلمرته بطريقة تحويله الألكين، ثم بلمرة الألكين بالإضافة. يعني أنت ممكن تضيف H2 يعطي لك ألكين، وبعد كده تبلمر عادي بلمرة بالإضافة. تفاعل مول منه مع كلوريد الهيدروجين هيعطي لك C2 H3 Cl اللي هو اسمه كلوريد الفينايل، وبعد كده تبلمره هيعطي بولي كلورايد فينايل اللي هو البي في سي اللي بيستخدم في مواسير الصرف الصحي. تدخل في صناعة البوليمرات. خلاص الفرد الثاني اللي هو البروباين القين غير متماثل، ده هيدرته بتعطي كيتون. وهنا تقول لي تاخد معلومة كده، هيدرة الألقينات، هيدرة الألقينات تعطي كيتونات ما عدا الإيثاين، هيدرته تعطي أسيتالدهيد أو ألدهيد. بعد كده شباب بقول هنا تفاعلات الاحتراق طردة للإيه؟ للحرارة. أقول ماله؟ عند الاحتراق تقل كتلة غاز الأكسجين، لأنه طبعا بيتسحب في عملية الاحتراق، تزداد ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، ولا تتأثر كتلة مين؟ الهيدروجين. الهيدروجين كتلته ثابتة ما بتتأثرش. طيب الاحتراق الغير تام، عدم كفاية الأكسجين ونواتج المعادلة بيكون فيها كربون. ندخل على المركبات الحلقية الأليفاتية اللي هم مين؟ الألكانات الحلقية. طيب الألكانات الحلقية يا جماعة الخير هم 4 ألكانات زي ما أنت شايف، بروبان حلق اللي هو اسمه سايكلو بروبان، وبيوتان حلق اللي هو سايكلو بيوتان، وبنتان حلق اللي هو سايكلو بنتان، وفي سايكلو هيكسان. طيب دول كده المركبات الحلقية، الصيغة العامة بتاعتهم بتبقى زي الألكين بالظبط، CnH2n، لذلك هم يعتبروا متشكلات. طيب هنا ممكن تكتبها CH2 by 3 لأن بتبقى كلها ميثيلين، وهنا أي ألكان حلقي غير متفرع لا يحتوي على إيثي، لا يحتوي على ميثايل، وكل أركانه ميثيلين بس بشرط يبقى غير إيه؟ متفرع. الزوايا هنا بتبقى 60، الزوايا هنا 90، الزوايا هنا بتقترب من 109. الزوايا صغيرة يبقى التداخل ضعيف، يبقى النشاط عالي. وهنا في 3 مجموعات ميثيلين ومفيش ميثايل، هنا 4 ميثيلين ومفيش ميثايل، هنا 5 ميثيلين ومفيش ميثايل، هنا 6 ميثيلين ومفيش ميثايل. هنا طبعا الاثنين الاولانيين دوما بيبقوا نشاطهم عالي. اول واحد مستقر، ممكن يجي يقول لي ابسط الكان حلقي مستقر فيبقى البنتان الحلقي، عشان حضرتك هو ايه مستقر، لان البيوتان والبروبان بيبقوا غير مستقرين والنشاط بتاعهم بيكون عالي. طيب في حدود الدراسة يحضر الهكسان الحلقي بتفاعل إضافة الهيدروجين للإيه؟ للبنزين، ده في حدود الدراسة. يلا بقى نشوف التدريبات كده ونركز مع بعض. بقول لي هنا عند احتراق 50 مللي من هيدروكربون سي اكس اتش واي في وفرة من الأكسجين يتكون 200 مللي من غاز ثاني أكسيد الكربون، أنا هكتب كده سي اكس اتش واي زائد او 2 هيعطي اكس سي او 2 زائد واي على الاتنين H2O. واقول لك هنا النسبه ما بين الحجوم كان نسبه ما بين اعداد المولات، وبقول لي اتحرق 50 مللي من الهيدروكربون يبقى ده 50 مللي في وجود وفره من الاكسجين فتكون 200 مللي ثاني اكسيد كربون، يبقى هنا كده ثاني اكسيد كربون 200 مللي و 250 بخار ميه. انا هقسم على ال 50 عشان اجيب النسبه، يبقى كده 50 50 50.
ها 50 على 50 فيها الواحد يبقى ده 1 مللي. هنا 250 على 50 هيبقى فيها 200 على 50 فيها 4 مللي. 250 على 50 هيبقى فيها 5 مللي. واقول لك النسبة ما بين الحجوم كان نسبة ما بين اعداد المولات، يبقى ده لو عدد مولاته 1 ينتج هنا 4 ينتج هنا كام؟ 5. فتبقى الصيغة بتاعتي ايه؟ سي هنا هتبقى 4، والاتش 2 في 5 بكام؟ ب 10، يبقى سي 5 سي 4 اتش يعني اللي هو الاختيار اللي بعده. بيقول له مركب عضو كتلته نص جرام عند احتراقه بيعطي 1.47 ثاني جرام من ثاني اكسيد الكربون، تكون نسبة الكربون فيه قد ايه؟ بص يا باشا، انت عندك كربون المركب العضوي بيساوي كربون CO2، خلاص كده؟ طيب هو بيقول لي احترق مركب كتلته نص جرام. طيب انا عندي ثاني اكسيد الكربون اهو CO2، الكتلة المولية بتاعته كام؟ 44. في كربون قد ايه؟ 12. طب انا لو عندي 1.47 جرام من ثاني اكسيد الكربون، اعرف اجيب الكربون اللي فيهم؟ ايوه، هجيب له الاكس، يبقى انا كده جبت كتلة الكربون هقسمها على كتلة المركب كله واضرب فيه 100، يبقى الاكس تساوي 1.47 مضروبة في 12 مقسومة على 44. ده تقريبا كده هيطلع 4. هتقسم بقى 4 على 5/10، ديت 4/10، هتقسم على 5/10 وتضرب في 100، هيطلع معاك 80.2 تقريبا أو 80% تقريبا. بعد كده بيقول لي إيثايل بروبان أطول سلسلة تحتوي على إيثايل بروبان. بص يا باشا، تحتوي على كام كربون؟ طيب بص كده، إيثايل بروبان أدا 1 2 3. إيثايل بروبان ده الإيثايل ده هيبقى على الذرة رقم كام؟ على الذرة رقم 2، هيبقى هنا كده C2H5. طبعا أطول سلسلة أهي هيبقى فيها 1 2 3 4، يبقى فيها 4 ذرات كربون، مفيش حاجة اسمها إيثايل بروبان أصلا. بس طبعا بيقول لك لو الاسم خطأ هيبقى فيه كام ذرة كربون في السلسلة الطويلة؟ طبعا هو يبقى اسمه ميثايل بيوتان. عند إضافة ماء أو وفرة من الماء، عند إضافة وفرة من ماء البروم إلى إيثايل بنتاين يتكون مركب يحتوي على كم مجموعة ميثيلين؟ بص كده بيقول لي إيه؟ إيثايل بنتاين، بنتاين أدا 1 2 3 4 5. هنا كده البنتاين عشان يبقى ايثايل ما ينفعش تحط كربون على الذرات الطرفيه ولا تحط على الذره رقم 2، تحط الكربون اهو اللي هو الايثايل على الذره رقم 3 اهو. والرابطه الثلاثيه هنا كده، كمل هيدروجين وتحط هنا اتش، ده خلاص ده كده تمام، عاوز له اتش واحده. بعد كده هيبقى عندي هنا كده اتشين وهنا كده 3. بيقول لي هنا إضافة ماء البروم، لو أنا ضفت ماء البروم اللي هو Br2 هيبقى محتاج كام؟ 2 مول، عشان أنا عندي رابطتين، فيبقى عندك هنا كده أدا C هتبقى شايلة إيه؟ شايلة برومتين وعليها إتشاية أهيت، والسي التانية هتبقى 2 بروم برضو، وديت هيبقى فيها CH، واللي فوق دي لازم تتفك هتبقى CH2 CH3، إلا إذا كنت عارف إن أي مجموعة إيثايل فيها واحدة ميثيلين وواحدة ميثايل. وبعد كده هتكمل CH2 عادي CH3. واحد يقول لي يا مستر ما كنتش تعمل التفاعل وتقول لي الميثيلين اللي موجود في المركب الأصلي هو الميثيلين اللي في المركب الناتج وتقول لي 2 وخلاص، أقول لكم مالي. بعد كده أدرجة الإيثايل بيوتين، هذا الإيثايل بيوتين طالما ما حددتش رقم الرابطة يبقى في 1 على طول. بيوت أداة 4 ذرات كربون، بيوتين يبقى الرابطة هنا كده، إيثايل ما ينفعش يتحط على ذرة، لو أنا حطيت الإيثايل هنا كده يبقى طولت السلسلة، هنا هحط على الذرة رقم 2 بقى عادي هيبقى C2H5. هنا كده بيقول لي هدرجة الإيثايل بيوتين، لو أنا عملت هدرجة إيه اللي هيحصل؟ هيعطي لنا كده ده CH3 بعد كده CH شايل C2H5 بعد كده CH2 بعد كده CH3، أطول سلسلة اهيت، هتبقى أطول سلسلة كده عبارة عن 5 ذرات كربون يبقى بنتان،
والمسائل طالع من الذرة رقم 3 يبقى 3 ميثايل بنتان. السؤال رقم 6 يا شباب، بولي عند الهيدرة الحفزية لواحد بيوتاين ينتج، طبعا هينتج كيتون مش هينتج ألدهايد، لأن أنا لسه قايل لك معلومة دلوقتي. جميع الألقينات تتهيدر وينتج عن هيدراتها كيتونات ما عدا الألقين الأول اللي هو الإيثاين بيعطي أسيتالدهيد، يبقى ده مش هيعطي ألدهايد، مش هيعطي كحولات، يبقى هتختار له كيتون. السؤال رقم 7 بيقول لي الاسم الدولي الصحيح اللي هو اسم الأيوباك لاتنين بروبايل بروبان، أده البروبان 3 ذرات كربون 2 بروبايل يبقى C3H7، كم الهيدروجين يبقى هنا كده CH3 وهنا كده CH3 وهنا ايه H. اطول سلسلة اهيت اهي، وده فرع المثيل، ده واحد اتنين فرع المثيل طالع من ذرة اتنين يبقى اتنين ميثايل، تمام كده، ده واحد اتنين وتلاتة يبقى خمسة، يبقى اتنين ميثايل بنتان، يبقى الاختيار بتاعنا يبقى ب. سؤال رقم 8 بيقول لي الهيدروكربون المفتوح السلسلة والذي كتلته 54 جرام في عدد ذرات هيدروجين كام؟ لازم الأول أجيب له هنا، بيقول لي هيدروكربون مفتوح السلسلة وكتلته الجزيئية 54 في عدد ذرات هيدروجين قد إيه؟ يبقى حضرتك هنا لازم هتبدأ تقول الـ N هتساوي كتلة مولية ناقص 2 على 14. لو طلع معاك عدد صحيح يبقى الكان، ما طلعش يبقى تجرب كتلة مولية على 14، بعد كده ال N برضه هتساوي كتلة مولية على ال 14، ده لو الكين طلع عدد صحيح تمام. هو طبعا مش هيطلع في الاتنين الاولانيين، فانت هتقول ال N بتساوي كتلة مولية زائد 2 على 14 اللي هم هيبقوا 54 زائد 2 على 14، هيطلع كده 4، يبقى المركب بتاعنا القين، يبقى عدد ذرات الهيدروجين فيه هيبقى ضعف ذرات الكربون ناقص 2. اللي بعده، عند إمرار مول من غاز الاستيلين في 3 مول من صبغة اليود، إيه اللي هيحصل؟ طبعا الاستيلين فيه رابطة ثلاثية أهو، لو أنا ضفت أول مول يود هيكسر رابطة ويبقى هنا اي وهنا اي، المول التاني هيكسر الرابطة التانية ويبقى هنا كده اي وهنا كده ايه اي. طب المول التالت، المول التالت من الاي 2 هيدخل يعمل استبدال هنا فيقوم يعطيني مركب فيه سي واي وهنا كده اتش واي وسي، 3 ايات هما هنا بقى. خلي بالك ده التفاعل اللي المفروض يحصل، بس الكلام ده امتى؟ لو في وجود اليو في، هو ما قالش في وجود اليو في يبقى التفاعل الاخير ده مش هيتم، فيقوم ايه اللي يحصل؟ يتكون المركب ده اهو ويتكون عندي مول من اليود بس. طب لو قال لي في وجود اليو في يبقى المركب ده اللي هيتكون، يبقى المركب المتكون عندي ايه؟ واحد وواحد اتنين واتنين رباعي ايود وايثان ومول من اليود اللي هو الاختيار ايه؟ تالت. لو غير صيغة السؤال وقال لي في وجود اليو في يبقى ده اللي هيتكون، لأن اليود هيتفاعل بالاستبدال على المشتق الألكين. بعد كده شباب بيقول لي للحصول على الميثان من الاستيلين، عاوز أجيب ميثان من استيلين، طبعا لو العكس سهلة، لو أنت عاوز تجيب الاستيلين من الميثان بتعمل بلمرة، بتعمل تسخين عند 1500 ثم تبريد سريع فقط. لا هنا بيقول لي إيه بقى؟ اختبر بقى صحة الاختيارات دي، تعمل هيدرة. الاستيلين لو انا عملت له هيدره يعطي ايه؟ الاستيلين لو عملت له هيدره بيعطي لنا الاسيتالدهايد، تمام. طب لو اتاكسد هيعطي لنا حمض الاسيتيك، ايوه انا قربت اهو، حمض الاسيتيك لو عملت له تعادل هيعطي اسيتات، اعمل لها تبطير جاف يقوم عاطي لنا الميثان، اقول له تمام، يبقى الاختيار الف تمام كده. اللي بعده يا شباب، المتشكلات تتفق في الشكل البنائي؟ لا. الحالة دايما لا، مش لازم تبقى الحالة الفيزيائية بتاعتهم ثابتة. الكتلة الجزيئية بيتفقوا في الكتلة الجزيئية، والخواص الفيزيائية هي بتتفق في الكتلة الجزيئية وتختلف في الخواص الكيميائية والفيزيائية. طيب نروح بعد كده للسؤال رقم 13، بيقول لي أي من المركبات التالية يعتبر حلقي غير متجانس؟ حلقي ده مش حلقي، ده حلقي بس متجانس.
وعاوز حلقي غير متجانس، ده مقفول اهو يبقى حلق، وفي اكسجين يبقى غير متجانس، ده مركب مفتوح السلسلة يبقى غير حلق، يبقى الاختيار بتاعنا هيبقى ده. نروح بعد كده للسؤال رقم 14، بقول الصيغة الجزيئية للمركب اللي قدامي ده، هنا هتبدأ تحط ذرات كربون بتاعتك وتعدها. بص يا باشا، هنبدأ أعد من أهو كده، ده واحد كربون، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، في سبعة، تمانية، تسعة، 10، 11، 12. يبقى دول كده 12 ذرة كربون، يبقى 16، يبقى ال10 دي وال10 دي السبعة دي. لسه الهيدروجين، هاجي احط هيدروجين هنا واحد، هيدروجين هنا واحد، معلش بقى نغير لون القلم، هنا كده قلنا هيدروجين واحد، وهنا اتنين، تلاتة، ديت مش هيبقى عليها هيدروجين لأنها عاملة أربع روابط، أربعة، ديت مش عليها عشان طالع منها رابطة، ودي مش عليها عشان طالع منها رابطة، يبقى هنا نحط الخمسة، وهنا مش عليها عشان عاملة روابطها كاملة، كده ستة، ستة هيدروجين وعندك ستة هما، يبقى كده 12، يبقى سي 12 اتش 12. السؤال رقم 15، بقول أي من هذه المركبات درجة غليانه أكبر؟ طبعا الأكبر في درجة غليان أكبر كتلة مولية، أكبر كتلة إيه؟ مولية. فالهكسان العادي سي 6 اتش 14، 2 ميثايل بيوتان برضه هيبقى الصيغة الجزيئية بتاعته سي 6 اتش 14، لأن في 2 ده هيبقى سي 5، معلش سي 5 اتش 12. ليه؟ لأنه في ذرة كربون في الصيغة الجزيئية بتاعته، في ذرة كربون في الميثايل، و4 يبقى سي 5 اتش 12. 2 ميثايل بروبان هيبقى سي 4 اتش 10. البروبان العادي بيبقى سي 3 اتش 8، وطبعا الأكبر كتلة مولية هيبقى الهكسان الإيه؟ العادي. نروح بعد كده لسؤال رقم 16، ما اسم المركب العضوي التالي حسب نظام الأيوباك؟ هنحدد أطول سلسلة كربونية مستقيمة الشكل ده كده أو متفرعة، وبعد كده بتحدد تعد ذرات الكربون، هيبقى هنا كده واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، بقى المركب بتاعنا إيه؟ هكسان، طالع من الذرة رقم تلاتة فرع إيثايل، يبقى تلاتة إيثايل هكسان، يبقى الاختيار بتاعنا جه. سؤال رقم 18 بيقول لي إيه؟ الألكان الذي تنطبق عليه التسمية الصحيحة حسب نظام الأيوباك، مفيش حاجة اسمها اتنين إيثايل بنتان. ما ينفعش إيثايل يطلع من الألكان من الذرة رقم 2 لأنه هيطول السلسلة بتاعتنا، وبالتالي المركب ده هو هيبقى اسمه 3 ميثايل هيكسان، ده اسمه غلط. 3 بروبايل، زي ما قلت ما ينفعش إيثايل يطلع من الذرة رقم 2 في البنتان، ما ينفعش يطلع بروبايل من الذرة رقم 3 في الهيكسان لأنه هيطول برضه السلسلة، فالمركب بتاعنا هيبقى مشتق هيبتان فمش نافع ده. طيب 3 و4 ثنائي ميثايل بيوتان، بص كده ما ينفعش 3 و4 لأن الأرقام هنا كبيرة، ده المفروض يبقى 2 وإيه؟ و3 أو 1 و2، يبقى المفروض الأرقام بتاعتنا 1 و2، 1 و2 ثنائي ميثايل بيوتان، 2 و2 ثنائي ميثايل بروبان، أيوه أدا البروبان أهو، 2 و2 ينفع يطلع ميثايل منهم، تمام أهو، يبقى ده المركب اللي اسمه صحيح على حسب نظام الأيوباك، أطول سلسلة بروبان والفروع طالعة من الذرة رقم 2. سؤال رقم 19، بيقول لي المعادلة العامة التالية، جيب لي معادلة عامة اهي، سي ان اتش تو ان ده ايه؟ سي ان اتش تو ان ده الكين، خلاص تمثل الاحتراق التام لمركب مين؟ الالكينات. بيقول لي الهيدروكربونات المشبعة اللي هي الالكينات، هقول له لا، الكينات هقول له ايوه، القينات لا، الالقينات بتبقى سي ان اتش تو ان ناقص 2، الكينات لا. اللي بعده بيقول لي المعادلة العامة التالية، جايب لي هنا كده سي اتش ضاف له اكس واكس هيعطلنا سي اكس، يبقى انا كده عملت استبدال. طب ما فيش استبدال، في زيها احلال. بعد كده بيقول لي عند اضافه الاتش بي ار الى 2 ميثايل 1 بروبين، يبقى حضرتك لازم تكتب المعادله، بروب ادا 1 2 3، بروبين يبقى الكين، يبقى الرابطه ما بين 1 و2، 2 ميثايل يبقى هنا كده سي اتش 4 او سي اتش 3 عفوا،
كمل بقى هيدروجين، يبقى هنا كده سي اتش 2. ديت مش محتاجة الا هيدروجين واحدة، يبقى سي اتش دي كده ايه؟ 3. بقول له ضيف له الاتش بي ار، طبق بقى قاعدة مارتونكوف، الاتش هتروح للاتش كتير، فيبقى المركب بتاعنا سي اتش 3، البي ار على ذرة الكربون الثانية، فيبقى هنا كده سي عليها سي اتش 3، وهنا كده هيبقى ايه؟ بي ار ونهون سي اتش 3. فيتكون مركب ايه؟ 2 برومو 2 ميثايل بروبات. اللي بعده الصيغة البنائية للمونيمر، عاوز المونيمر اللي بيكون البوليمر ده، الصيغة البنائية للمونيمر المكون للبوليمر اللي قصادي ده بوليمر. عد ذرات الكربون 1 2 3 4، هتقسم من النص بالظبط اهون وتكتب. طبعا هنا تخلي بالك المونيمر ده، تخلي بالك منه لان فيه هنا جماعة الخير فيه سي اتش 3، والمفروض نهون برضو سي اتش 3، يعني المركب ده تخلي بالك منه عشان مش مظبوط. شايف السي اتش 3 اللي فوق والسي اتش 3 اللي تحت؟ ايوه ديت كده وده هي كده، ايوه، فانت تخلي بالك من دي كده. هتقسم المركب نصين وتبدأ تكتب. السي الاولانيه متصله بايه؟ ب2 اتش اهي. طب والسي التانية متصلة ب2 سي اتش 3 اهي. بتشيل الأقواس وتحط رابطة ثنائية، يبقى ده المونيمر بتاعك. دور عليه بقى. طبعا ده مش نافع عشان 4 ميثايل برو، ده مش نافع. ده هنا بيقول لي سي اتش 2 سي اتش سي اتش 3 برضه المركب ده مش نافع. يعني هنا كده في مشكلة أصلا في السؤال كله. المفروض إن المونيمر بتاعنا بيبقى ده كده، سي عليها اتشين والسي التانية عليها سي اتش 3 وسي اتش 3 طبقا للرسمة بتاعت اللي موجودة دي. فطبعا هتعملها تعديلة وتختار ديت أو تعمل اللي بعده. بيقول لي هنا إيه؟ يمكن الحصول على البروبان من الكحول البروبيلي، يمكن الحصول على البروبان من الكحول البروبيلي باستخدام، هاجي على الكحول البروبيلي انزع ميه يعطي لنا بروبين، ده نزع ماء. بعد ما انزع ميه هضيف له هيدروجين، يبقى اضافه هيدروجين يقوم يعطي لنا ايه؟ الكان اللي هو البروبان، يبقى نزع ماء ثم اضافه، واقول له اضافه ايه؟ هيدروجين. اللي بعده بقول لي اي الاعمده في الجدول التالي تصف الايثان وايها تصف الايسين. طبعا الإيثان والإيسين غازات، الإيثان والإيسين غازات، فطبعا السوائل دي هنستبعدها. فبيقول التفاعل مع الأكسجين، الاتنين بيتحرقوا في وجود الأكسجين، التفاعل مع البروم طبعا لا يحدث تفاعل، يبقى ده إيثان، يبقى الأولاني ألكان والتاني ألكين لأنه هيزيل ماء البروم، يبقى واحد إيثان والتاني إيسين. سؤال رقم 26 بيقول لي أي الصيغ البنائية التالية تظهر الترقيم الصحيح للتسمية حسب قواعد الأيوباك. هنا عاوزين نشوف التسمية الصحيحة على حسب نظام الأيوباك. هنا تخلي بالك المركب بتاعنا ده هيبقى ألكين، تمام كده؟ المركب ده هيبقى إيه؟ ألكين. هو بيقول لي هنا أي المركبات أو أي الصيغ البنائية التالية تظهر الترقيم الصحيح للتسمية حسب قواعد الأيوباك. طبعا هو مفيش هنا تسميات اصلا، يعني هنا مفيش تسميه، بس انا لو عاوز اسمي المركب، اي مركب من دول عاوز اسميه، اقول له ادا واحد. طبعا هو بيرقم هو ادا واحد اتنين تلاته، يبقى هنا الارقام واحد واتنين وكام وتلاته. طيب يبقى هنا كده عدد صح، يبقى ده الاختيار الصحيح. هو ما سماش ولكن الطريقه بتاعت التسميه. طب تعالى نختار في الف كده، ما ينفعش تبدا من هنا، انت لازم تبدا من عند ايه؟ فرع. طب الفرع بتاعك يا اما فرع وعند رابطه، فرع ورابطه، فتبدا من عند الفرع والرابطه، يبقى المفروض تاخد ده رقم كام؟ واحد. دي مش نافع. طيب تبدا من عند فرع ورابطه عشان مجموع الارقام بتاعتك يبقى اقل، يبقى دي برضو مش نافع. انت بدات هنا من عند فرع، فالمفروض تعد بقى معاه الرقم اللي يعطيك ده اقل، يبقى تمشي كده، يبقى دي مش نافع، يبقى واحد اثنين ثلاثه، يبقى الاختيار ده هو الاختيار الصحيح. بعد كده ان شاء الله بقى في الحلقه القادمه هنتكلم على
المركبات الأروماتية والهيدروكربونات. بكده نبقى وصلنا لنهاية حلقة اليوم. في نهاية حلقة المركبات الأليفاتية، انتظرنا إن شاء الله في المركبات الأروماتية، هتبقى حلقة خاصة نتكلم فيها على البنزين وتفاعلاته وتسميته. بالتوفيق يا شباب في الموضوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.